في المونديال هيكون متواجد معانا ان شاء الله عشان يتفرج على مباراه النادي الاهلي ونادي مونتيري المكسيكي يوم 5 فبراير. انا بتكلم على المواعيد الحاليه اللي موجوده قدامنا، ان شاء الله يكون معانا. لسه على فكره بنستقبل الرسائل والتليفونات على 0900 500، ده من اي تليفون ارضي، و 1795 من اي مسج حضرتك عايز تبعتها ابعتها على رقم 1795. وبالمناسبه السحب هيبقى على الهواء، يعني مع حضراتكم هنا زي ما قلت لكم كده، هقف على الشاشه دي واعمل ومشي الارقام ونختار، ومندوب وزاره التضامن هيبقى موجود معانا الاستاذ محمد ابو العلا عشان برضو يتابع ما يحدث. وفي النهايه سيكون هناك متسابق اهلاوي، يعني اي حد اشترك يقعد قدام التلفزيون هو ممكن يلاقي في ثانيه اسمه على الشاشه. بالظبط كده، ده على الهوا، هنكلمه على الهوا، حاجه اللي هي على الهوا، هنكلمه على الهوا، يعني يجهز تليفونه ويقعد قدام البيت الكبير. يعني احنا دلوقتي عملنا كده ودوسنا، طلع مثلا رقم 0 15 20 30 40، هنكلمه ونقول له انت معانا على الهوا، فزت بالمسابقه. ممكن بقى يقول لك انا مسافر، عايز اسافر، مش عايز اسافر، يعني ما نشوف هيعمل ايه. انا 0000 يا كابتن والله. انا 0000 رن عليا. انا شاركت. خلينا نروح نتكلم عن منتخبنا الوطني، لانه المنتخب الوطني خلاص كلها كام يوم ويكون نيجيريا في مباراه الاستعداد، وطبعا لكاس الامم الافريقيه ومباراه نيجيريا. يشو المنتخب وتصريحات كارلوس كيروش واختياراته للقائمه، الموضوع بشكل عام كده شايفه ازاي؟ هي القائمه للاسف هو اثار جدل حتى في اختياره، يعني هو اختيار في الاول اعلن عن 25 لاعب، بعد كده طلع تصريحات ان هو يا جماعه اصل عشان التدريبات وكلام من ده والزحمه وكده، وتاني يوم لما عرفوا ان في بعض المنتخبات بتعمل 28 فبقت 28 وضم ثلاثه ثانيين، فاللي هو يعني ده اصلا تخبط غريب شويه. والتخبط الاكثر في عدم اختيار قفشه، انا عندي مشكله في عدم اختيار اهم صانع العاب في مصر ومن اهم اللاعبين محليا طبعا في افريقيا في دوري ابطال افريقيا وكده. فاحنا بنتكلم عن لاعب، انا هنا مش بقول ان هو الافضل في المطلق، يعني مش اللي هو الافضل كافضل لاعب في مصر، انا بتكلم في المركز ده، في المركز ده انت ما ينفعش يكون عندك لاعب بالقيمه دي وما تختاروش على حساب لاعب لما تحطه في مقارنه معاه مش هتكون لصالحه، والمقارنه بسبب العمر. يعني انا مش بقلل برضه بعبد الله السعيد مع كامل الاحترام ليه، لكن لما تحط ان قفشه في المباريات الدوليه كلها 13 مباراه بالدقائق 787 دقيقه، شارك فيهم في سبع يعني مشاركات دوليه، يعني سبع اسيستات او سبع مساهمات منهم اربع اسيستات، فاحنا بنتكلم عن معدل ممتاز جدا في مقابل انه عبد الله السعيد صفر في نفس عدد المباريات نفس عدد الدقائق. فاذا احنا بنتكلم هنا عن افضليه دوليه لصالح قفشه. ايوه. اما حتى على مستوى الانديه النهارده قفشه هو افضل اسيست، يعني صانع العاب للنادي الاهلي في السنه دي 18 اسيست، واجمالا انا مستغرب جدا، واجمالا احنا بنتكلم 105 مباراه 52 مساهمه لقفشه 31 اسيست، 31 اسيست ده رقم كبير جدا لمحمد مجدي قفشه. فاذا ازاي انت ما تختاروش وتقول لي انا معتمد على احصائيات، فدي احنا ردنا عليك بالاحصائيات. معتمد على بدنيا، فبدنيا ازاي لاعب 25 سنه هيكون اقل من لاعب 37 سنه؟ ازاي يعني؟ مش عارف. قفشه لعب الموسم ده كابتن انا بحبه جدا قفشه، يعني اخويا الصغير، يعني بنتكلم على طول، بس بعيدا والله عن ان انا بحبه وان انا اهلاوي وان انا بحب قفشه ده، لكن ما تيجي تتكلم عن الموضوع بالمنطق. لا بس ماشي، اسمع منك يا احمد. قفشه في 2021 يا كابتن لعب 67 مباراة. لعب 67 مباراة مع النادي الأهلي ومع منتخب مصر، ده رقم مش صغير على لاعب في الدوري المصري. إن لاعب يتحمل عبء بدني ل 67 مباراة في 2021 فده كان رقم كبير جدا على قفشة، وده ردا ليه قفشة في بعض الأوقات بيكون في دروب في مستواه. أو ليه مثلا جمهور طبيعي ده طبيعي ده اللي الناس مش قادرة. وفي لعيب أبو تريكة نفسه ده الراجل قال له مرة، مانويل جوزيه قال له مرة 2-0 مش 0 اللي هو 2 2-0 يعني دي ما يعني ما حدش بياخدها. ابو تريكه خد 2-0 مره، وده اللي مش مره، وده اللي الناس قالت تفهمه ان هو قفشه فعلا من اللعيبه اللي هي من 3 سنين ما ريحش. ما ريحش حرفيا من 2020 لحد اللحظه ديت 3 بطولتين افريقيا 3 دوري، ده الثالث اهوت ليه، ما بيريحش. فعدد كبير جدا لقفشه في 2021، فبدا السيزون دوت مش بادئ افضل حاجه عشان نبقى واضحين، ولكن مجمل قفشه بقى لما نيجي نقيم قفشه مجمل قفشه، لا قفشه لازم يكون موجود. الكلام اللي انت بتقوله ده هو عارفه على فكره. ما انا عارف الكلام اللي هو اللي انت بتقوله ده، هو مزعلش مش زعلان، هو شايف، لا هو طبعا مزعلان، لكن هو شايف ان هو فعلا عنده افضل، لكن هو يا عيني مضغوط نفسيا وبدنيا كده.
ومرهق ومجهد وكل حاجه. مجمل قفشه بقى لا في السكواد اللي موجود مع منتخب مصر في امم افريقيا لا لازم يكون موجود. اضافه هتحتاجه في اوقات كتير قوي. قفشه لاعب بيلعب في العمق بشكل جيد جدا جدا. لاعب يقدر يديك ال 90 دقيقه بشكل ممتاز عكس عبد الله. عبد الله السعيد طبعا لاعب كبير مش هقدر انكر ده، ولكن عبد الله السعيد لاعب ال 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 السن وعوامل كتير قوي مش هتساعده انه يلعب. عبد الله لعيب جامد جدا طبعا بالظبط، ولكن قفشه هو ده، هي دي سنه الحياه. انا عندي تعليق ان هو قفشه دلوقتي مش احسن مستواه، انا معاك في دي، بس احسن مستواه مقارنه بقفشه نفسه. لا بالظبط كده، قفشه صح بالظبط. أيوة دي مهمه جدا مقارنه بالمستوى اللي قفشه رقميا على فكره، هقول احصائيه دلوقتي مقارنه بالمستوى اللي قفشه عاشه مثلا في 2020. اه طبعا في اول 20 في نص 20 بالظبط خلاص، ما الناس شافته بالظبط كده، خلاص الناس شافته فهتقارن بقفشه نفسه بالظبط. البطوله العاشرة قفشه كان بصراحه احسن لاعب في مصر، مش في النادي الاهلي، احسن لاعب في مصر بمنتهى الامانه، قدم بطوله كبيره جدا. فهو مجمل قفشه لا كان يستحق يكون موجود في الفريق ده. ولاعب اخر برده كنت شايفه ان هو كان يستحق يتم النظر ليه على الاقل، احمد ياسر ريان. احمد ياسر ريان عامل مستوى هايل جدا جدا في الدوري التركي. احمد من اللعيبه اللي هي مش بيبص لها كتير، بس احمد مهاجم موهوب، مهاجم كبير، مهاجم ممكن تعتمد عليه في فتره ما. احمد لاعب متنوع، يعني احمد جاب 3 جوان في الدوري التركي لحد دلوقتي، واحد برجليه الشمال، واحد باليمين، واحد بدماغه. جاب 4 في الدوري في كاس تركيا، 2 بدماغه، واحد بالشمال، واحد باليمين. فاحمد لاعب متنوع، لاعب تقدر تعتمد عليه، لاعب انا من رايي انا كان ممكن يكون موجود، كان ممكن يكون موجود مع مصطفى محمد ومحمد شريف. يعني دي ارقام احمد ياسر ريان، لعب 18 مباراه في الدوري التركي، سجل 3، صنع 1، واحد باليمين، واحد بالشمال، واحد براسه، فارقام هايله. وفي الدوري في الكاس تركيا برده جايب 4 اجوان في 3 ماتشات. فارقام احمد ياسر ريان بعيدا دي ارقامه في كاس تركيا، وبعيدا عن ارقامه احمد، لا احمد من رايي انا كان يستحق النظر ليه في البطوله ديت. بس هو لعب محمد شريف حتى مهاجم، يعني كاس الامم الافريقيه. نعم. يعني احنا دلوقتي بنتكلم باحمد ياسر ريان اللي هو ان شاء الله طبعا لاعب مبشر جدا، وهيجي ان شاء الله ان شاء الله يرجع الاهلي تاني، اتمنى يرجع الاهلي تاني يعني ان شاء الله، لان هو بارقامه دي مبشر جدا. لكن احنا للاسف برضه هو للاسف حتى كيروش عنده عدم قناعه بمحمد شريف اللي هو مهاجم مصر الاول في مركز المهاجم، هو بيعتمد عليك كجناح ليه يا معلم؟ ما تلعب بيجي انت عندك احسن مهاجم في مصر، ليه تحطه جناح؟ بتخسره كمهاجم وبتخسره كجناح، هو اصلا مش ده مركزه. فهو احنا بقى بدل ما بنتكلم يعني اعتمد على تريزيجيه وينج شمال.